الانواع المختلفه. عندنا فتره او قطعه كون مثل وطن عظيم يعيش فينا، ومثل تحتاج جهود ابنائها للعمل من اجله، ومثل حضاراتها عظيمه شهد لها القاضي والتالي. فاحرص يا بني على وطنك، واعلموا ايها المصريون ان مصر امانه في اعماقه. وطلب مني اعرف له اربع كلمات. طلب مني اعرف له كلمه من مصر وطن. تعرف ايه؟ اعرف كلمه الاقي كلمه وطن جاءت في جمله اثنيه فقد قال ايه؟ تعالى مبتدا يبقى كلمه وطن تعرف اعرفها ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الطبع. خبر مرفوع وعلامة رفعه الطبع. فمثل وطن عظيم. بعد ذلك طلب مني اعرف كلمة شهد لها القاضي. اعرف كلمة القاضي ايه؟ شهد اسم ولا فعل؟ واقع فعل؟ هذه جملة فعلية؟ نبحث عن الفاعل اولا. يبقى شهد القاضي لا الاقي كلمه القاضي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. بس هنا مش هنقدر نكتب الضمه والاخطاء لان دي ضمه مقدره. ضمه ايه؟ مقدره يعني تكتب غلط من ضمه. بعد كده قول لي اعرف دي ما بين الناس يعني تقول ان ده جمله دليله اعرف بقى اعرف احرف تعرف ايه؟ فعل امر مبني على السكون لان الفعل الامر والفعل الماضي مبنيان دائما. فعل الامر والفعل الماضي مبنيان دائما. فبعد كده قال لي اعرف كلمه واعلموا ايها المسلمون ان مصر امانه. اعرف كلمه امانه. أنا عندي أعلم أن حرف ناجح يبقى مصر اسم أن يبقى ده خبر أن مرفوع وعلامة رفعه خطر. مرفوع وعلامة رفعه خطر. طيب بيقول لك تاخد من الفقرة كلمة مبدوءة بألف و قلنا ان الف الوصف الف ذات في اول الكلمات طبعا لا يرسم فوقها همزه او تحتها، هي تكتب هكذا بدون همزه فوقها او تحتها. طيب يقول لي استخرج كلمه تبدا بالف وصل وبين السبب. لما يجي يقول لي استخرج كلمه تبدا بالف وصل وبين السبب، اسهل حاجه اعملها ان انا استخرج كلمه تبدا بالف. كلمة تبدأ بمين؟ بقال يعني اجي على كلمة القاضي. طب لو قال لي السبب مبدوءة. كلمة مبدوءة بمين؟ يعني بالحرف محسبة أنا إن ألف الوصل في الحروف توجد في حرف واحد فقط اللي هو هل، يعني أي كلمة تبدأ بألف تبدا بألف تكون الفها ألف وقت. فبقول لي هات همزه قط. أول حاجة أدور عليها في الحروف. أي حرف غير أن أدور على إلى، إن، أن، أو، ألاقي عندي في الفقرة في إلى أن. فعندي كمان أن، يبقى جبته إلى. فالسبب إنها إيه؟ بعد كده بيقول لي تخرج خبرين مختلفين. يعني اجيب له خبرين الاثنين ما يكونوش نفس النوع. طالما محدد لي وقول لي تخرج خبرين مختلفين. طالما قال لي تخرج خبرين يبقى انا هدور في الجمل الاثنين. انا عندي اتفقنا ان كلمه مصر وطن عظيم في جمله اثنين. مصر مبتدأ يبقى كلمه وطن ده خبر. الخبر الاول وطن. طب نوعه ايه؟ خبر لانه كلمه واحده. طب عايز خبر تاني ادور على جمله اسمية.
اعلنوا. طب ايه كمان؟ مؤمن نور من ايه كمان؟ همشي كده ومصر تحتاج الى جهود ابنائها للعمل من اجلها. لقيت عندي برضه ومصر ده مبتدا. جيت بعدها اسم فيه ضمير وجزء من اللي قبله وبعد كده الكلمه بتكمل معناه. يبقى ده مبتدا اول مبتدا ثاني وعظيمة ده خبر المبتدا الثاني. انا عندي حضرات عظيمة حضرات عظيمة ده خبر جملة. انا عندي هنا الفقرة ثلاث انواع الخبر، عندي الخبر المفرد وعندي خبر جملة فعلية وعندي خبر جملة اثنين. بعد كده بيقول لي استخدم الضمير المتصل، الضمير المتصل هنا الضمير المتصلة التي لا تستقل بنفسها في النطق او الكتابه، بل تصرف بغيرها سواء اسم او فعل او حرف ليكون لها دلاله او معنى. فكل اتخذ ضمير منفصل، خبر على ضمير منفصل، يا اما في اسم او في فعل او في حرف، وبعد كده عايز اشوف مقالي امشي كده؟ يعيش فينا، الاقي ما ده اصلها فيه ده اسمها فعل واحد. جهود ابناء اسم. انا عندي هذه الغاء جايه مع كلمه ابناء الاثنين حضارات، الهاء جايه مع كلمه حضاره، عندي كمان اللام الهاء جايه مع اللام حرف جر. طيب عندي كمان واو الجماعه جايه في الفعل امر، وعندي هم قالوا مثلا واو الجماعه ده ضمير متصل. ماله متصل ليه؟ لان انا ما اقدرش اكتب كلمه اعماله كده، لا مش هيكون لها معنى، لازم تتصل بالفعل وتكون تصنعه وتعرف بقى حتى الاقي الكلمه عرفت اعماله ومحطه دايره كده واو الجماعه اهو الجماعه ده ضمير رفع منفصل تبع عارفه ايه؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع فعل. عندنا حاجه اسمها ضمير رفع المفضله تاني فاعل ناس فاعلين ثلاثه وهو الجماعة يوم مخاطرة تاني المخاطرة المفتوحة أعطوها الجماعة والمخاطرة بالفعل هتعرف ضمير المخاطر المبني في محل رفع فعل. طيب قول السهل الضمير المستتر. إيه هو الضمير المستتر؟ هو الذي ليس له صورة في الكلام بمعنى أنه لا ينطق ولا يكتب. أنا ما فهموش ولا منطق، أمال بعمل إيه؟ هو يقصر بعد الفعل حسب المعنى. أنا بقدره بعد الفعل حسب المعنى، يعني لما أجي هنا أقول مصر وطن عظيم يعيش، مين اللي بيعيش؟ دول اللي بتعود على وطن، ومصر تحتاج، مين اللي تحتاج؟ هي، يبقى لو عايز يكون مستتر أقول له تحتاج هي، الضمير المستتر هي بعد الفعل تحتاج. خلاص؟ نفس الكلام لو جبت اهو فحر، انا بكلم انا بوجه الكلام للمخاطب، يبقى الاقي هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، احرز انت، هذا ضمير مستتر، يعني ايه مستتر؟ يعني ليس له صوره في الكلام، اي لا يكتب ولا ينطق، لا يكتب ولا ينطق. طيب بعد كده هو بيقول لي اهو انا جايب لك افعال وعايزك تقدر لي الضمير المستتر، انا بقرا الفعل واشوف الضمير المستتر اللي بعده. نحب ده فعل مضارع لجمع المتكلم اهو، بقول نحب يبقى نحب مين؟ ها؟ نعم ضمير المستتر هنا مين؟ نعم ونعمل نعم يبقى فعل ضمير المستتر تقديره نحن وفعل ضمير المستتر تقديره نعم. طب انا بوجه الخطاب الى طالب او الى ابني فبقول له حافظ على الصلاه دي واختفي، حافظ مين؟ انت يبقى ضمير المستتر هنا أنت بعد الفعل طيب بعد كده أقول لي هات لي جملة مفيدة. جبت جملة مفيدة من عندك من إنشاء. ضمير منفصل في محل رفع. إيه هي الضمائر المنفصلة؟ الضمائر المنفصلة هي الضمائر التي تستقل بنفسها في النص والكتابة. لا تتصل بغيرها، بتدي دلالة لوحدها وتنطق وحدها. زي ضمائر المتكلم ضمائر المخاطب وضمائر الخطاب انا ونحن، انت وانت وانتما وانت وانتن، وهو وهي وهم وهما وهم وهن. طب عايز ضمير منفصل في محل رفع اقول
المسلمة أنا أحب وطني، أنا لا يرفع ضمير منخفض مبني في محل رفع مبتدأ. طيب، عايز ضميرا منفصلا في محل نصب، الضمائر المنفصلة في محل نصب هتتصل يا إما بالفعل أو بإن وأخواتها اللي هي الحروف الناشئة، تقول الضمائر مين؟ اللي هي هاء الغائب كاف الصفار جاء المتكلم أو الناس. أقول لك مثلا كده النجاة المهذب يقول الصوت، ألاقي الكاف ده ضمير متصل مبني في محل نصب خلاص. ممكن اقول لك مثلا ده خلاص كفايه كده، الضمائر المتصله او عكس محل نصب يبقى جيم لهاي الغايه كاف الخطاب يعني المتكلم الناس اشوفها يا فعل يا اما اشوفها فيه ان او فعل اخوات. خلاص، شكرا.